اكتشاف واحدة من أكبر حقول الغاز في المغرب. الغاز في المغرب، فبعد الكشف عن استغلال غاز العرائش بشكل رسمي في نهاية 2024، أظهرت نتائج الدراسات الجيولوجية لمنطقة طنجة اكتشافات مهمة، مما يؤهل المنطقة برمتها لتصبح من منتجي هذه المادة الطبيعية. وهكذا أظهرت نتائج دراسات جيولوجية أن منطقة طنجة تشكل واحدة من المناطق التي تتوفر على كميات من الصخور النفطية. المعطل الذي كشفته وزيرة التنمية المستدامة ليلى بن علي يهم أيضا منطقتي طرفاية وتمحضيت، حسب ما أثبتته الدراسات والأبحاث الجيولوجية والمخبرية والتجريبية المنجزة بخصوص استغلال الصخور النفطية والغاز الصخري.